مرحبا أصدقائي، عندنا هذا العيش، عيش السنونو اللي سابقا نشرت لكم المقطع عن العيش السنونو، لأن كان بداية بناء العيش وشوفوا نهاية العيش. نانا أصدقائي بعد ما كملت بناء العيش بدأت تسوي بيضها أو البيوض، كملت وما شاء الله سبحان الله. يعني سبحان الله، يعني شلون تبني عشها على الحائط او على الجدران، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طارت طيرها قناو ليصور.